العربية السعودية، وده شيء جميل جدا على فكرة، لكن أفتكر فيه نقل خبرات بالنسبة منكم أنتم للسودان. بتختلف طبعا اي حد داير تبدا في مجال في الدنيا دي لازم يكون عندك امكانيات. لا العقول عندنا عقول ما شاء الله سودانيه في جميع انحاء العالم، يعني ما في منطقه معينه، بس تخزينا في موطننا انه امكانياتنا قليله جدا ما بتخلينا نبدع، وبنصدم الناس بواقع ما بخلي الواحد يبدا في الحاجه اللي هو عايز يعملها. ف من ضمن التحديات اول حاجه بنصدم من الواقع، يعني انت مثلا بتكون خدت لك امال وطموحات، لكن لما تطلع للواقع الحياه العمليه ما حتقدر تنفذ الحاجه اللي انت في راسك او الحاجه اللي انت فكره اللي خدتها في راسك دار تعملها. بالنسبه للعمل عندكم يعني في السودان، انتم قريتوا طبعا في السودان، العمل كان متوفر لكم الامكانيات اللي ممكن تساعدكم في المستقبل اللي قدام انكم تكونوا مهندسين مدنيين؟ وما كنت اتناقش مع الشباب في النقطه دي لانها مهمه جدا. احنا في السودان عندنا نقطه لازم ننتبه لها، اللي هي الجانب العملي، التدريب المهني عندنا مهمل جدا بشكل كبير. يعني هسه حاليا اكثر خريجين عندنا في السودان مجال يعني سيوري، يعني هسه عندنا تخرج مثلا في الكليات السيوريه عدد كبير جدا، لكن في التدريب المهني والفنيين هسه حتى بنلاحظ السودانيين ما عندنا الفنيين كثير في الصيانه. هسه احنا حتى الفتره اللي فاتت احتجنا نجيب فنيين من الهند من الصين، فدي حاجة معيبة في السودان، يعني مثلا انه ما نقدر نوفر فنيين في السودان، انه لازم ننتبه الحاجة دي. النقطة دي مهمة جدا اللي هي الاهتمام بالجانب العملي، لأنه العمل أهم. يعني أنت ممكن عندك مدير واحد مثلا بمدني أو معماري أو إنشائي يحتاج 20 فني ما يلقاه،